تذكرت فاروق حسني الوزير سابقا لما بدأت بشاير المتحف المصري الكبير تطلع، ولما عرفنا ان موعد افتتاحه هيكون في نهاية العام ان شاء الله بإذن واحد احد. المتحف المصري كان ابتدى العمل فيه من زمان جدا، وبعد كده توقف لسنوات طويله، وبعد كده اعيد استئنافه وبقى في احسن صوره دلوقتي والحمد لله. بس ده ما يمنعش انه المسابقه القديمه اللي اتعملت عشان تصميم المتحف في 2007 ولجنه اليونسكو وكل الافكار المبدئيه للمتحف كنت شريك فيها. اكيد، لانه ده كان حلم كبير جدا جدا، لأن المتحف اللي في تحرير كان تعبني للغاية، لأن كل الأثار مكدسة فيه، واللي هيخش يتفرج يعني يا إما متخصص في الإيجيبتولوجي يا إما يعني حد سايح جاي بيمر كده ما بيشوفش الأثار كما يجب. وأنا طبعا ما كانش عندي حيلة، يعني لا قادر أرممه ولا أبيضه ولا أعمله، لأن الأثار فيه أطنان من التماثيل موجودة، يعني تماثيل كذا طن. المهم فأنا فكرت يعني زي ما قلت قبل كده، لكل فعل رد فعل مساوي له ومضاد في الاتجاه. فأنا رحت رايح قلت هعمل معرض متحف كبير. ده كان 2002. شوفي سنة 2002 حطينا حجر الأساس. حجر الأساس 2002. حجر الأساس، لكن خلي بالك أنه بعد حجر الأساس اتعمل دراسة جدوى قعدت 4 سنين ونص دراسة جدوى في 8 فوليومز قد كده، فيهم كل دراسة دقيقة عن ميكانيكا التربة، عن الرياح. فأنا شفتها كانت جميلة جدا، وفي هيل كده أو تبة عالية الواحد يشوف منها الهرم. فالمصمم عشان كده نجح المعماري ده في أنه دخل الهرم من ضمن المعروضات. طيب قولي بقى عن إحساسك وانت واقف جنب رمسيس التاني في حلم من احلامك، يعني انت زي كتير من اللي حلموا بمكان زي ده. طبعا لما رحت انا لقيت يعني شيء ضخم اتبنى، قلت ده شغل فراعنه عشان يبنوا كل المسائل دي. انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال من الذاكره كده، اول ما ابتديتوا تتكلموا على يبقى في متحف جريت ميوزيوم او جراند ميوزيوم، هل كان في ناس معترضه على الفكره ولا لا؟ مرت بسلام. لا شوفي انا اقول لك حاجه، اولا بصي في بعض الاثريين اللي من الخارج واللي هنا حافظين المتحف المصري ازيتيز، يعني لو دخل مغمض عينيه هيعرف الحته دي فين والحته دي فين، فهو حافظ حاجات الانتيك خانه. انما لما يعني بقى فيها نوع من التشكيل المادي الموجود المتحف الجديد ابتدوا يقتنعوا تماما يعني، انما طبعا هو مكسب للعالم مش لنا بس. بالتاكيد يعني. بالتاكيد، والاثار وجمالها وبهائها وعظمتها يستحقوا مكان عرض فخم جدا. بس التمثال ده بقى انا فاكره كويس جدا لما جيتوا تنقلوه، كان في وقت وزارتك صح؟ طبعا. لما جيتوا تنقلوه وفي شوارع القاهره عشان كده انا ما نمتش ساعتها. ايوه بس مصر كلها ما نمتش، وكنا خايفين على التمثال، وكل الناس متنمره ومستحضره انيابها ومخالبها عشان تهجم على فاروق حسني لو حصل حاجه. انا فاكره كويس جدا. اصل انا عارف الفوله، يعني التمثال ده رممه أحمد عثمان، فنان كبير عميد كلية فنون جميلة اسكندرية، رممه لرجليه، عنده رجل كده وحتة كده، دول معمولين لما ترمموا هو في الميدان قبل ما يبقى في ميدان رمسيس؟ قبل ما هو كان في بيت رهينة الأول وراح ميدان رمسيس، فترمم قبل ما ينتقل إلى ميدان رمسيس. فأنا خوفي كان أن الترميم ده يتفكك من الموضوع. لكن مقاولي العرب الحقيقه عملت فكره جهنميه، عملته متعلق كده عشان لما تطلع كوبري يعمل كده، تنزل بتاع يعني التمثال يبقى حر تماما، يمتص اي صدمات ما يبقاش اي صدمات موجود يعني. انا فاكره ده كان حدث كبير جدا، واتنقل على الهواء على فكره، في محطه نقلته على الهواء. وكان ايدك على قلبك وكان الموضوع لحد ما وصل نزلت جري رحت عشان نزل عليك. لا لا تمثال رمسيس جامد ومتاسس ومستنيك في المتحف المصري الكبير لما يتم افتتاحه ان شاء الله.